بلشنا بالكورس الثاني رياضيات الأول، الثاني الثالث متوسط. فعندي تمثيل البياني للمعادلة الخطية، يعني الرسم البياني للمعادلة الخطية. حتى حل مثل هيك أسئلة لازم أسوي لي جدول وأطلع قيم إكس وقيم واي حتى تطلع عندي أزواج مرتبة، وبعدين شو أسوي؟ أعوضهن بالرسم. فنجي نسوي لنا جدول. الشكل هذا اللي هو اكس هنا واي وهنا اكس وواي، تمام. فافرض قيمتين للاكس اللي هي الصفر والواحد. تعال عوض لي قيمة الصفر ثلاثة في صفر صفر زائد واحد واحد، اذا واي راح شو يساوي لنا؟ واحد. فطلع عندي الزوج المرتب اللي هو الصفر بالواحد، تمام. بعتي اجل القيمة اللي بعتي اللي هي الواحد، اعوض الواحد هنا، فثلاثة في واحد زائدا واحد فراح يصير اربعة، اذا واي شو تساوي لنا؟ اربعة. فاعوض هنا اربعة، فطلعت عندي زوج مرتب اللي هو الواحد بالأربعة والصفر بالواحد. بعد هاي الخطوة راح أرسم الرسم. فأجي أرسم الرسم، سويت هذه الخطوة. بعدها أحدد عد النقاط اللي هي الواحد اثنين ثلاثة الأربعة، هنا الصفر، هنا الواحد اثنين الثلاثة الأربعة. أرسم بس الموجبات، لأن أنا عندي بس موجبات، ما عندي شيء بالسالب حتى أختاره. تعالوا يا عن النقاط، عد صفر بالسيني وواحد بالصاد، يعني هذا قلنا هذا واي، واي فتحة، وهنا اكس فتحة وهنا اكس، تمام. صفر بالسيني هذا الصفر، وواحد بالصادي، وين الواحد؟ هذا. فراح تكون النقطة هنا، تمام. راح اسميها بي 1، بي 1، تمام. اوكي، صفر بالسيني وواحد بالصادي، صفر هاي الصفر والنقطة راح تكون هنا. اللي بعتي اللي هو واحد بالسيني وأربعة بالصادي، وين الواحد؟ هذا، تمام. وين القاطع؟ هنا، فراح تصير النقطة هنا اللي هي بي 2، أسميها بي 2 النقطة الثانية، تمام. بعد ما تقاطعن فأوصل بيناتهن بهالشكل هذا. إذن وصلت بياناتهن، هذا هو الرسم. ايش تكتب هنا؟ المحور ايش بيه؟ يقطع المحورين. نلاحظ المحور يقطع المحورين ولا يمر بنقطة الأصل. الجواب الثاني، الشطر الثاني من الجواب، شوف قطع لي المحورين، شوف قطع المحور الاكس ومحور الواي، باع شلون قطعهن بس ما مر بنقطة الاصل. شوف هسه هذا الاخضر على النقاط هذين، باع على الواحد وعلى الاربعة، فقطعهن وما مر بنقطة الاصل. نجي للي بعده، السؤال الثاني، همين نفس الحكي. ارسم لي جدول واخططه، هنا اكس وهنا واي، هنا اكس وواي، تمام. فراح افرض قيمتين اللي هي الصفر والواحد. من عوضت الصفر فراح يساوي لنا واي واحد، يعني هنا النقطة صفر وبواحد، تمام. هسه عوض للواحد،
راح يساوي لنا واحد ناقص ثلاثة، ثلاثة في واحد، فراح يساوي لنا سالب اثنين. إذن الواي هنا ايش بيه؟ سالب اثنين. فالنقطة واحد سالب اثنين. طلعت عد النقاط، بعدها لازم أرسم الرسم. نا اكس، نا اكس فتحة، نا واي، واي فتحة. بعدها احدد الارقام اللي عندي حسب اللي اريده. فعندك هنا الصفر، هنا الواحد والثنين، هنا الواحد والثنين، هنا السالب واحد والسالب اثنين، لان انا عندي هاي الارقام، السالب واحد والسالب. فنجي الأول زوج مرتب اللي هو الصفر بالواحد، صفر بالسيني أو واحد بالصادي، فراح تكون النقطة هنا. صفر وين؟ بالسيني، واحد بالصادي، هنا الصفر هنا، فراح تثبت النقطة هنا، نسميها بي 1. تمام. اللي وراء واحد بالسيني وسالب اثنين بالصادي، واحد بالسيني، واحد بالسيني وسالب اثنين بالصادي، يعني واحد هنا نقطة التقاطع هاي راح تكون، هاي سالب اثنين بالصادي وهذا واحد بالسيني، فنقطة التقاطع هنا، إذا هاي بي 2. تمام. بعدها راح أوصل بيناتهم، بعدها راح أوصل بيناتهم، يعني هذه ويا هذه. فهنا قطعنا المحورين وما مرت بنقطة الأصل، فهنا نفس الشيء همينه، راح يقطع المحورين وما يمر بنقطة الأصل، فهنا قطع المحورين وما مر بنقطة الأصل. تمام طلاب؟ يعني قطع المحورين وما مر بنقطة الأصل، أضع هاي نقطة الأصل ما مر بيها، مجرد قطع المحور الواي ومحور الأكس. فراح ناخذ بعد أسئلة. عد السؤال الثالث، بالبداية لازم أرتبه يا الله. فهنا واي يساوي لنا هذا كله نقلة وراء الصفر، يعني هنا 3x ناقص 5. تمام.